أحسن الله إليكم. المرسل جيم لام ألف يقول: بعضهم يفتي للقادم للحج بطريق الجو بأن يحرمه من جدة، وآخرون ينكرون ذلك، فما هو وجه الصواب في هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين. النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت لأصحاب الآفاق الذين يقدمون إلى مكة، كل حدد له ميقاتا في جهته، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، فلا يجوز لمن مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يتعداه إلا وهو محرم، فإن تعداه ولم يحرم إلا بعدما تعداه فقد ترك واجبا من واجبات النسك يجبره بدم، وإن ذكر أو علم قبل أن يحرم فإنه يرجع ويحرم من الميقات الذي تعداه. وجدة ليست ميقاتا إلا لأهله، ومن نوى الحج أو العمرة منها فإنها تكون ميقاتا له، قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان منزله دون ذلك فمهله من أهله أو من حيث أنشأ، يعني نوى. أما الذي يمر بالميقات وهو ناو للحج والعمرة فلا يجوز له تجاوزه إلا وهو محرم. نعم.